قلبي وروحي يا هالدير قولي وشلون اخبارك قلبي وروحي يا هالدير قولي وشلون اخبارك وشلون ابويا وامي طمن عيني قولي وشلون ابويا وامي طمن عيني قولي قلبي وروحي يا هالدير قولي وشلون اخبارك قلبي وروحي يا هالدير قولي وشلون اخبارك وشلون ابويا وامي طمن عيني قولي وشلون ابويا وامي طمن عيني قولي فالوداع مرير والقلب يوم الوداع يفيض محبة والدمع على الوجنات يدوي ويسيل هلا يما وهلا يوم هب الهوى وطاب النوم هب الهوى وطاب النوم هلا يما وهلا يوم هب الهوى وطاب النوم هب الهوى وطاب النوم ما قلت لك يا يما رشي لوضه وكنسيها رشي لوضه وكنسيها باكر يجينا الغالي يفرش ويقيل بيها يفرش ويقيل بيها هلا يما وهلا يوم هب الهوى وطاب النوم هب الهوى وطاب النوم يا يما حني جذيلة راسي حني جذيلة راسي ما قلت لك يا يما حني جذيلة راسي حني جذيلة راسي كل البنات انخطبوا إلا ابن عمي ناسي إلا ابن عمي ناسي هلا يما وهلا يوم هب الهوى وطاب النوم هب الهوى وطاب النوم قلت لك يا يما على الراحة عينيني على الراحة عينيني مدر الراحة ثجيلة مدر الهوى رأميني مدر الهوى رأميني هلا هلا يما وهلا يوم هب الهوى وطاب النوم هب الهوى وطاب النوم هلا يما وهلا يوم هب الغرب وطاب النوم هب الهوى وطاب النوم من فوق جسر العالي رفت عيبيهم سودي رفت عيبيهم سودي يما يا نار العشقة مثل نار البارودي مثل نار البارودي هلا هلا يما وهلا يوم هب الهوى وطاب النوم هب الهوى وطاب النوم ما قلت لك يا شوقي
تنعبر بالطرادة تنعبر بالطرادة ما قلت لك يا شوقي تنعبر بالطرادة تنعبر بالطرادة كيسة غاصب ما تنراد والزين عشق ورادة والزين عشق ورادة هلا هلا يوم وهلا يوم هب الهوى وطاب النوم هب الهوى وطاب النوم هلا يوم وهلا يوم هب الهوى وطاب النوم هب الهوى وطاب النوم الله الله لا يا الفرات هنيا لك مندل عدل لنعانا قدوم مندل دل يا كريم الغربي مندل عدل لنعانا قدوم مندل نلحيلو يتعلى مندل والساعات المعبيدوم مندل والله خش بالقبة مندل مجتول بيها غريري اي مندل والله ما خش بالقبة مندل مجتول بيها غريري اي مندل طيني صدرك تابوسو مندل قابل ما يبوسو غيري اي مندل مندل يا كريم الغربي مندل عالقلب عانا قيدو مندل جن الحيلو يتعلل مندل والساعات المعبيدو مندل بين العصر والمغرب مندل حطه وجريبة حمراء مندل بين العصر والمغرب مندل حطه وجريبة حمراء مندل ما قلت لك يا ابو زهرة مندل سابق هالخيالة وياهم مندل مندل يا كريم الغربي مندل عدل لنعانا قيدو مندل نلحيلو يتعلل مندل والساعة تلمع بيده مندل لا يا الفرات هنيا لك احنا عدنا قديما كان اجدادنا يقعدون بالربعات ولما هم قاعدين بالربعة وربعة تكون ساطرة هالزلم جاعدة فإذا أحد راد مثل الآن ردت من أبو زهرة سالفة أو ردت من أبو محمد فؤاد سالفة هو بعيد عني ما أقدر أسولف له أو ما أقدر أقول لها بعيد عني شنو بده يسمعني فأقول بيت عتابة واسكت بيت العتابة فورا هو يفهم علي إيه؟ يا يرد لي بعتابة يا أما يقوم ونطلع وفهمني وفهمته ونقضي حاجاتنا دائما هي العتابة اليوم أنا غنيت إيه؟ عتابة بمرد عتابة طبعا غنيت سويحلي مرد سويحلي نعم النايل نفس الشيء فأحد يعني أحد الشيوخ كان جاء نازل على شط مي وضافوا رجال فهذا الرجال ضافوا أخذ هو ثلاث نسوان إيه؟ والثلاث نسوان عنده بالبيت والثلاثة ما الله أعطاهن خلفة فجاء الضيف قعد لحق وشاف الثلاث نسوان يحتافن حواليه ومحتفلات بي وشيلاته على كفوف الراحة ما استحسن يسأله ويقول له يا معزب هذن خواتك بناتك ايش هم قال شطر آني ماني حافظ ال- 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 البيت العتابة كامل بس معناه قال شطر من البيت قال ثلاثة وهم بعد ما قدم له الأكل قال ثلاثة رابيات بشط معهن وسكت المعزب من ذكائه ودهائه لما كانوا يشتهرون أجدادنا بالذكاء والدهاء من ذكائه ودهائه فهم عليه أنه الثلاثة الرابيات بشط معهن عرف أنه قصد النساء الموجودات بالبيت
قالوا بمعنى انه تسأل عن ثلاث ريام رابيات بشط ماهن، ثلاثة عقر والفحل ما يوم عمره انهن تثنى يعني، ولا يوم تركهن، يطوف عليه للثلاثة. فهم هذا انه هذن نسوانه، لا يسألوا شنهن ولا ماهن، فهم. أيوة. وشال مثل ما تقول عباته وركب بخيالته وتيسر واخذ الجواب من بيت العتابة، فهاي العتابة فبيها سؤال وجواب والناس كلها تحل عن بعضها. نعم. طبعا اضافة للعتابة والنايل والسويحلي، احنا عندنا بالبادية، البادية. نعم. بادية. بادية. دائما مشتهرين بادية الفرات، مشتهرين بالقصيد. نعم. القصيد يختلف عن العتابة والنايل، حتى طورها بالغناء يختلف. نعم. طبعا احنا راح نعطيكم مقطع بسيط يعني بسيط، بس ايش ذين الربابة عن هذا القصيد، عن هذا عن هذا القصيد يا ريت ابو طبعا زمان. هذا القصيد دائما في حزازير ونفس الوقت في غزل. نعم. طبعا احنا الغزل دائما هذا موجود. نعم. ايه بالقصيد، وفي شغلات يعني نصايح، في شغلات دينية. نعم. ومن هالقصيد راح مقطع صغير اقول لكم عنه يعني اهم. طبعا هذا بدوي أصيل، رجل ينصح ابنه. نعم. وينطيه نصيحة نصائح طبعا، مواعظ ويربيه يعني، يربيه على الأسس، يعلمه على الأسس. نعم. طبعا هذا اللون القصيدة اللي يندخ عليه. نعم. كل ساعاتي وانا فيك يا الله، من فتح شبابيك دنياي، اقعد يا ابني وردنا وصيك، وحيثك صغير واقدر امرك وانهاك، والنمنمة والوسوسة لا تلتقى فيك، وياك سب الغافل ياك ياك، وياك عن بنت الردي ترى ترديك، وخذ بنت الحمولة هذولاك، والمال البين دينك يا ابني يغنيك، وخير لك من منت هذولا وهذولا. فهو هذا الولد يناقي نفسه هذا الشاعر ويقول يا قلب يا قلب يا مقلوب، مكثر طياريك ورياك لو منت بس صندوق، للقحك ورب البرية يبتلي بيب لياك، لا تأخذ اللي تبعدك عن قوانيك، خذ بنت الحمولة ذولا وذولاك، لظامك الضيم ما تجفي وتخليك، تصبر على مر الليالي وبلواك، لا تأخذ بنت الردة ترى الردة يرديك، يصير منها ظنى مثل الجرب يعديك. قلبي وروحي يا هالدير قلي وشلون اخبارك، قلبي وروحي يا هالدير قلي وشلون اخبارك، وشلون ابويا وامي طمن عيني قل، وشلون ابويا وامي طمن عيني قلي، قلبي وروحي يا هالدير قلي وشلون اخبارك، قلبي وروحي يا هالدير قلي وشلون اخبارك، وشلون ابويا وامي طمن عيني قلي، وشلون ابويا وامي طمن عيني قلي،